من هذوك السجناء الاربعه اللي عفى علينا سيدنا جلاله الملك اللي كنا في حفظ ديال الورزازات. خرجنا نهار 5 في الشهر، من بعد فاش خرجنا 5 في الشهر تمينا جايين من الورزازات، دخلنا لمدينه اسفي، مشيت للدار عندنا، جا عندي المقدم عطاني ورقه ديال الحجر الصحي، ريحت في الدار 14 يوم. من بعد ديك 14 يوم عاد كنخرج كندور مره في السيكتور. من بعد كنتفاجئ قدام الدار جاو عندي السلطات، جاو عندي نهار الاحد الصباح، جاو عندي السلطات قال لي ودي حنا نمشيو انتيا راه نمشيو ندير لك حتى حجر صحي، عندك تحاليل. مشينا باربعه دخلونا الشومبر واحد، من بعد فاش دخلونا الشومبر واحد مابقاش عندنا شي واحد، بقينا تما في ديك الشومبر مده تقريبا شي 4 سوايع ولا 5 سوايع. من بعد جا عندنا واحد الطبيب دار لنا التحاليل ومشى قال لنا ودي عندكم التحاليل وتخرجوا. بقينا تمايا مده تقريبا بقى شي شقات الفطور شي نص ساعه، جابوا لنا الفطور ديالنا واحد الميكات الفطور، قال لنا ودي وقت اللي فطرنا ما بقاش عندنا شي واحد، لا عشاء لا سحور لا حتى شي حاجه. حطونا في شومبر واحده بقينا فيه حنا باربعه، ما بقاش عندنا شي مسؤول ولا شي حاجه. ريحنا في ذاك الشومبر وقت اللي نتعشاو دقينا عليه حتى واحد ماشي عندنا لا مسؤول لا حتى شي واحد، سدوا علينا. دقينا تما حتى واحد كيهضر معنا غير مورا واحد الدجاج. من بعد صبرنا هذاك الليل، ذاك الشيء قسم الله نعسنا. الوقت اللي فقنا عطينا مع الصباح دقينا عليهم عاوتاني حتى واحد ما جاوبنا، ما كان حتى شي مراقبه وتقول حتى واحد ما جا على الاهمال ديال بصح والو. جابوا لنا الميكات ديال الفطور قلنا ود حنا نجيبكم عشا ليكم، قام جا عندنا حتى شي واحد. جابوا لنا شي كلو كاس ديالو ديال القهوه وشويه شباكيه والتمر ونص ديال باريزيان وفروماج وبيضه وواحد بلاطوات ديال فيهم شويه اللحم وشويه البيض صافي. من فطورنا بقينا بحال هكا نعسنا حتى الصباح، بقينا صمنا على هذاك الفطور طرنا به البارح. ها حنا باربعه في شومبري واحد، ودابا الحال النفسي ديالي انا مأثره، حتى شي واحد كلشي كيتهرب منه كلشي فهمتيني، وانا ما هادشي هذا ما تقبلتوش انا. المهم داكشي اللي قال سيدي حتى حاجه ما طبقات منه والو، تقول حتى شي حاجه ما طبقات. لان الفرد قاعد دابا انا في كاع فيا المرض هذا، دابا تقريبا دابا انا الاسف كامل سلمت عليه وكلشي كيعرفني وكلشي اي واحد سلمت عليه وما عرفتش دابا انا شنو اللي وقع عليا ما عرفتوش. دابا الحال كنحس براسي انا من الداخل ديالي ماشي هو هذا. من بعد ما خرجت من الحبس كنا نبدل حياتي ومشى نخدم وكذا. من بعد من فاش خرجت انا من داك جا سيدنا عطانا هذا الحفو هذا، قلت له صافي عطاني طلع عطاني جايبني سيدنا محمد السادس هذا الحفو هذا، بقى لي واحد 70 يوم حيدوا لي، قلت له صافي نعاود نبدا من ازيرو، نعاود نبدا من جديد ونقلب على راسي وكذا. من بعد كنت فاجئ دابا انا بهذا باش دابا اللي وقع عليا ديال المرض هذا وما ما فهمت حتى شي حاجه. داك الشيء قال لي سيدنا ديروه حتى شي حاجه ما داروها فيه. من بعد دقينا عليهم حنا باش نخرجوا من تما، حتى واحد ما جا عندنا صافي. من بعد ديك فقت مع الصباح ديري كل ما نبقى فيه حتى شي واحد. اليوم في الصباح مع الاثنين دقيت على مش واحد جي مسؤول يجي عندنا، حتى واحد ما جا عندنا صافي. من بعد انا يم عاد كنشوف شي فهمتي شي تصاور في فيسبوك دارنا تعقدوا لينا، عندي انا بنيه حتى واحد بقى فهمتي كلشي كيتسخر منك كلشي كيهرب منك. لقينا باب محلول خرجنا منه، فاق داري مع الصباح مشاو الوقت انا مش في دقت على شي مسؤول حتى واحد ما جاوبني. خرجت انا نزيد الحوايج ديالي وخرجت من الباب الرئيسي ديال السبيطار، حتى واحد ما جا قلنا ودي قلنا التحاليل دوز على 3 ايام 4 ايام حتى واحد ما نزل جا عندنا، حتى واحد ما سولنا حتى واحد ما جا عندنا. خرجنا مشينا في حياتنا. دابا انايا الدار عاد مخلوعين، الهضره ديال المجتمع مابقاش قد مابقاش قد نتحملها، شي كيتسخر منك شي كيبعد عليك، حتى واحد ما اتصل بيا حتى واحد ما هضر معايا حتى واحد ما جا عندي. بحال ما كاين بها لا ما تقول شي واحد حاله عشنا فيها اليوم، ما واش كان عليهم يديروا هما في الاول فاش راح نجي من الورزازات كان يستقبلونا ويدونا للسبيطار ويعطونا ديك 14 يوم الحجر الصحي في السبيطار كما داروا الحباسات الاخرين، ديروا التحاليل ونشوف حالتنا. من بعد حتى واحد ما جا عندنا حتى واحد ما ضربنا في دارنا 14 يوم، ودابا باش خارجين من الحبس خرجت 28 يوم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.